دكتور فالح إذا تسمح لي الانخفاض نشوفه ينعكس بشكل مباشر على الموازنة وعلى الشارع العراقي. صح. زين الارتفاع من شوفه ينعكس على الشارع العراقي؟ احنا تجينا أشهر كثيرة النفط يرتفع سعره ولكن وين تروح هذه الأموال؟ ليش ما مثلا تجمع لهذه الأوقات؟ هذا اللي قلنا كاقتصاديين وخبراء وقلنا بسووا ما يسمى بالصناديق السيادية مثل ما موجود بدول الخليج. يعني يكون مثلا بالكويت قبل 30 سنة سووا ما يسمى بصندوق خدمة الأجيال القادمة، يقول لك هذا النفط مورد ناظم، فالأجيال القادمة منين راح تعيش؟ احنا ما عندنا لا صناعة ولا زراعة، فخلوا صندوق يخلون به الأموال قسم من يعني مبيعات النفط كإيرادات يشترون بها أسهم وسندات عالمية، وهذه الدر عائد وكأنما الآن حتى لو نضرب النفط بالكويت هم عندهم إيرادات من فوائد السندات وأرباح الأسهم ممكن تغطي الاقتصاد الكويتي. أيضا في السعودية، أيضا في بقية الدول عندهم ما يسمى بالصناديق السيادية، هذا ما موجود عندنا في العراق. احنا شنبيع نفط، وزارة المالية تستلم الدولارات تبيعها للبنك المركزي ينطوهم دنانير، وهذه الدنانير يوزعنها بشكل بسيط نشرع لكم إياه، يوزعن على شكل رواتب. إذا نقول مثلا نوزع مثلا عدد الموظفين والمتقاعدين مثلا إلى هم 7 ملايين ونص، إذا نضربها إذا كل واحد من عندهم يعين لخمسة أفراد هاي صارت 35 إلى 40 مليون، يعني كل الشعب العراقي عايشين على رواتب. إذا البرميل ب$60 الأمور ماشية، رواتب توزع، المشاريع ماشية. لا لا. وإذا صار فوق $90 نفس الراتب ونفس المصاريف. هذا الفرق مثلا $30 بالبرميل الواحد شقد؟ يعني فرق مو فرق قليل، فرق كبير. والمفروض هو حتى لو نبيعه ب$60 المفروض نخلي نسبة للصناديق السيادية كاحتياط في حالة هبوط أسعار النفط، لأن تعرف وقت الكورونا هبط إلى 30 إلى 28 دولار، أدى إلى أزمة. يعني بسنة 2020 اضطرت الحكومة العراقية إلى تخفيض قيمة الدينار العراقي، كان الدينار العراقي 1190 السعر الرسمي، سووه 1450 كسعر رسمي. يعني بتقول 1450 أنت زودة 100 راح يصير سعره الموازي. ليش أقول لك الانخفاض يبين والارتفاع ما يبين؟ نعم.